رئيس صناعة الدفاع التركية يختبر بنفسه أسلحة جديدة مطورة محلياً أصاب الهدف بدقة. أكد رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير أن تركيا أصبحت علامة تجارية عالمية في الأسلحة، وقال مثلما أصبحت مسدساتنا مفضلة لدى الجيوش فإن بنادقنا الآن في طريقها لتصبح ماركة مسجلة عالمية. وأشار ديمير إلى أنه اختبر بنفسه أسلحة من عيار مختلف باستخدام مدفع رشاش BMT 12.7 ملم محلي الصنع. وجاء في البيان أن الرئيس ديمير خلال زيارته لمنشآت الشركة في دوسجة توجه إلى ميدان الرماية واختبر الأسلحة التي صممتها سارسلماز بالإمكانات المحلية. وفي إشارة إلى أن الشركات المصنعة المختلفة تنتج اليوم بنادق متنوعة في تركيا والتي لم يكن لديها حتى بندقية مشاة واحدة قبل 7 سنوات، قال ديمير: لقد اختبرنا النسخة الموجودة على ظهر المدفع 12.7 ملم الذي صنعته سارسلماز وأطلقنا النار، وتعمل شركاتنا على استخدام هذا السلاح في بيئات مختلفة، ونحن أمام نموذج آخر يستخدم في كل من المركبات البرية والجوية والبحرية. وذكر ديمير أنه تم أيضا اختبار مدفع رشاش عيار 7.62 ملم على المركبة، وأن مسدس MPT تم إنتاجه بأنواع ونماذج مختلفة، وتم إجراء تغييرات متنوعة وفقا لرغبات قوات الأمن واحتياجاتها، وأنواع مختلفة أخرى من المدافع بقطر يبلغ 5.56 و9 ملم.